بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم في العلم والمعرفة، أشحنوا أنفسكم بالرغبة والشغف لتكونوا بنات هذه الأمة. بعدما تعرفنا على المقطع الأول المعنون بالوثائق التاريخية، اليوم بإذن الله نتطرق إلى المقطع الثاني المعنون بالتاريخ الوطني. فبعدما تعرفنا خلال المقطع الأول على الخلافة التي حملت لواء الإسلام أزيد من 6 قرون، وهذه الخلافة ضمت إلى جسدها العديد من البلدان سواء في المشرق أو في المغرب. ومن بين البلدان التي ضمتها في المغرب نجد وطننا الجزائر. نجد ماذا؟ نجد الجزائر. إذن سنتعرف خلال هذا المقطع عن الجزائر العثمانية بحياتها السياسية والإدارية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية وقوتها المتمثلة في الأسطول البحري، إضافة إلى العلاقات الخارجية التي كانت تقيمها مع الدول الأوروبية بفضل مكانتها في حوض الغرب للبحر الأبيض المتوسط. نأتي الآن تلاميذي إلى المكتسبات القبلية، سنتطرق أو نأخذ البعض منها، وقبل ذلك هي كالتالي: أول مكتسب يتمثل في التموقع في الزمن، ثاني مكتسب السلم الزمني، ثالثا مصادر المعلومة التاريخية، رابعا المعالم التاريخية الأساسية لفهم التقويم التاريخي، أيضا نجد التاريخ المعلمي وخطوات دراسة الوثيقة التاريخية، الخلافة العثمانية، الأسطول البحري، منافذ الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. سأخذ البعض منهم وأتطرق إلى شرحهم. أول كلمة تتمثل في المعالم التاريخية الأساسية لفهم التقويم التاريخي. يعتمد التقويم التاريخي على التقويمين الهجري والميلادي. ثانيا خطوات دراسة الوثيقة التاريخية. لدراسة الوثيقة التاريخية لابد من اتباع خطوات أساسية وهي 3. أول خطوة متمثلة في مرحلة التقديم، ثاني خطوة مرحلة التحليل، وثالث خطوة مرحلة الاستخلاص. إذا جئت إلى الخطوة الأولى مرحلة التقديم، فيندرج ضمنها العديد من العناصر، بدايتها طبيعة الوثيقة إن كانت سياسية عسكرية في شكل معاهدة، في شكل رسالة، في شكل خطاب وغيرها من الأنواع. مصدرها ما نأخذ اسم الكتاب واسم الكاتب. الإطار الزماني والمكاني لأي وثيقة تاريخية كانت مصدر أو عفوا إطار زماني ومكاني جرت فيه الحادثة، إضافة إلى تعريف ب الكاتب الذي كتب الوثيقة. إذا جئنا إلى مرحلة ثانية ألا وهي مرحلة التحليل، فيندرج ضمنها عناصر 3، بدايتها تحديد الفكرة العامة، الفكرة الرئيسية للموضوع، ثانيا تحديد الأفكار الجزئية بتقسيم النص إلى فقرات، كل فقرة تحتوي على فكرة مجزأة، إضافة إلى ثالثا شرح المصطلحات، حيث نقف هنا عند الكلمات المبهمة، إضافة إلى الشخصيات والأماكن. نذهب الآن إلى النقطة أو المرحلة الثالثة التي متمثلة في مرحلة الاستخلاص. هنا نقف عند النقد والتقييم بإبداء رأيكم حول ما جاء في الوثيقة. هل الوثيقة أتت بكل المعلومات أم أخفت معلومات أخرى؟ نأتي الآن إلى المكتسب الموالي. يتمثل هذا المكتسب في الخلافة العثمانية. نحن في مقطعنا الأول تطرقنا إلى الخلافة العثمانية، لكن الدولة العثمانية بعدما كانت عبارة عن إمارة متنقلة أصبحت دولة مستقلة، وفي عام 1517 بالضبط أصبح يطلق على السلطان العثماني اسم الخليفة منذ عهد السلطان سليم الأول الذي لقب بخليفة المسلمين وحامل الحرمين الشريفين. المكتسب الأخير الذي بحوزتنا هو الأسطول البحري. إذا وقفنا عند تعريف الأسطول البحري نقول هو مجموعة من السفن المتشكلة لغرض حربي، لغرض حربي. تلك أهم المفاهيم التي تطرقت إليها. نذهب الآن إلى الوضعية المشكلة الانطلاقية. الوضعية المشكلة الانطلاقية تلاميذي ركزوا فيها جيدا لأنها تعتبر مفتاح المقطع.
إذن نصها هو كالتالي: بمناسبة العيد الوطني لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، قامت مؤسستكم بتنظيم ملتقى حول تاريخ الجزائر، حول تاريخ الجزائر الحديث. ومما تطرق إليه الحاضرون هو المكانة الكبيرة التي كانت تحظى بها الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي. بفضل ماذا؟ بفضل قوة أسطولها البحري الذي ساعدها على تبوء السيطرة في البحر الأبيض المتوسط. فما رأيك في هذا القول؟ تلاميذي، أعيد القراءة مرة ثانية حتى يتسنى لكم التركيز والاستيعاب واستخراج أهم الكلمات المفتاحية. إذن بمناسبة العيد الوطني لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، قامت مؤسستكم بتنظيم ملتقى حول تاريخ الجزائر الحديث. ومما تطرق إليه الحاضرون هو المكانة الكبيرة التي كانت تتمتع بها الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي. بفضل قوة أسطولها البحري الذي ساعدها على تبوء السيطرة في البحر الأبيض المتوسط. فما رأيكم في هذا القول؟ تلاميذي، أتمنى أن تكونوا قد استخرجتم ووقفتم على أهم الكلمات المفتاحية التي تضمنتها واحتوتها وضعية مشكلتنا الانطلاقية. إذن معا، أول كلمة مفتاحية لتضمنتها وضعية مشكلتنا الانطلاقية هي مكانة الجزائر في العصر الحديث. مكانة الجزائر في العصر الحديث، مكانة الجزائر في العصر الحديث. ثاني كلمة تتمثل في الأسطول البحري، الأسطول البحري. وثالث كلمة متمثلة في السيطرة على البحر الأبيض المتوسط، السيطرة على البحر الأبيض المتوسط. إذن تلاميذي، تلك هي أهم الكلمات المفتاحية التي تضمنتها وضعيتنا المشكلة الانطلاقية. أعيد القراءة تلك الكلمات: متمثلة في مكانة الجزائر في العصر الحديث، الأسطول البحري، السيطرة على البحر الأبيض المتوسط. إذن سنترك حل وضعية المشكلة الانطلاقية إلى نهاية المقطع التعلمي، إلى نهاية المقطع التعلمي، حتى تستطيعون أن تجيبوا عليها بطريقة علمية صحيحة بعدما تأخذون الوضعيات الثلاث. إذن انتهينا من الوضعية المشكلة الانطلاقية، نذهب الآن إلى أول وضعية مشكلة جزئية احتواها هذا المقطع المعنون بالتاريخ الوطني. عنوانها هو كالتالي: التنظيم السياسي والإداري للدولة الجزائرية الحديثة. عندما أقول الدولة الجزائرية الحديثة أقصد بذلك من عام 1500. نص وضعيتها هو كالتالي: يرى أحد زملائك أن عجز الجزائريين أمام الغزو الإسباني خلال القرن السادس عشر، يعني بداية من 1500، دفعهم للاستنجاد بالدولة العثمانية وإعادة بناء دولة قوية، بينما يرى الآخر أن الدولة العثمانية قامت بضم الجزائر في إطار توسعاتها الخارجية. فما موقفك من الرأيين؟ أعيد القراءة مرة ثانية: يرى أحد زملائك أن عجز الجزائريين أمام الغزو الإسباني خلال القرن السادس عشر دفعهم للاستنجاد بالدولة العثمانية وإعادة بناء دولة قوية، بينما يرى الآخر أن الدولة العثمانية قامت بضم الجزائر في إطار توسعاتها الخارجية. فما موقفك من الرأيين؟ إذن الرأيين، إذا جئنا إلى الغوص في الوضعية، نص الوضعية المشكلة الجزئية الأولى، فيتبين لنا أن الرأي الأول يقول أن الوجود العثماني هو عبارة عن استنجاد، أما الرأي الثاني هو عبارة عن احتلال. إذن هل كان الوجود العثماني في الأراضي الجزائرية هو عبارة عن احتلال أم استنجاد؟ من خلال وضعية المشكلة الجزئية هاته سنجيب ونتعرف على الإجابة على هذا السؤال. أول تعليمة بين أيدينا
هي تتمحور على أوضاع الجزائر في مطلع القرن السادس عشر. إذن تلاميذي بينوا لنا كيف كانت أوضاع الجزائر في مطلع القرن السادس عشر عام بداية من 1500. عندما أقول القرن السادس عشر أقصد بذلك 1500، اعتمادا على سندات الوثيقة 3 و2 صفحة 44 من الكتاب المدرسي. وأتيتكم اليوم بسندات إضافية متمثلة في خريطة عنوانها الأندلس وشمال إفريقيا بعد سقوط الموحدين في مطلع القرن الرابع عشر للميلاد. السند الثاني كما ترون، ركزوا في الخريطة جيدا، كما ترى أيضا سند ثاني متمثل في نتائج التحرشات الإسبانية على السواحل الجزائرية بين نتائج سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية. السند الثالث متمثل في خريطة تتمحور حول التحرشات الإسبانية على سواحل الجزائر مطلع القرن السادس عشر. إذن تعليمتنا الأولى ماذا تقول؟ بين وحدد لنا أوضاع كيفية أوضاع الجزائر خلال القرن السادس عشر. قبل مواصلتكم لشريط الفيديو، مشاهدة شريط الفيديو، أوقفوه وحاولوا الإجابة عن التعليمة الأولى المتمحورة حول أوضاع الجزائر خلال القرن السادس عشر، ثم واصلوا المشاهدة وقارنوا منتوجكم مع المنتوج الآتي. إذن تلاميذي، الإجابة عن التعليمة الأولى هي كالتالي: أوضاع الجزائر مطلع القرن السادس عشر ميلادي، حيث كانت بعد، نرجع إلى الخريطة لكي يتسنى لكم الفهم، بعد سقوط دولة الموحدين عام 1269 انجر عن ذلك السقوط تقسيم المغرب العربي إلى ثلاثة. أول دولة هي دولة الدولة المرينية في المغرب الأقصى، ثاني دولة هي دولة بني عبد الواد أو الدولة الزيانية في المغرب الأوسط، وثالث دولة هي دولة الدولة الحفصية في المغرب الأدنى. تلك الدول أصبحت تتنافس فيما بينها حول من يرث عرش الدولة الموحدية، لكن ذلك الصراع لم يستفد منه إلا الطامعون الأجانب على رأسهم الإسبان والبرتغال. لكن النكبة كانت أشد ثقلا وأكثر خطورة على المغرب الأوسط، على المغرب الأوسط يعني الدولة الزيانة، الدولة الزيانية عفوا. الدولة الزيانية كانت تعيش أوضاع جد مزرية، حيث انحصر نفوذها في مدينة تلمسان وفحصها الضيق، وبالتالي ظهور عدة إمارات مثل مغراوة وبني حسين وبني عامر وغيرها. إذن الدولة الزيانية قد هرمت وشاخت. تلك هي الأوضاع الداخلية للدولة الزيانية. الدولة الزيانية هذا الأمر الداخلي انجر عنه أمران خطيران. الأمر الأول يتمثل في الصراع بين الأشقاء، الدولة المرينية في الغرب والدولة الحفصية في الشرق. هذا الصراع مصدره الإخوة في الدين والعرق والتاريخ، كما قلنا في الشرق والغرب، الشرق الدولة الحفصية والغرب الدولة المرينية. فقد كثفوا هؤلاء ضغوطهم وهجماتهم حول الدولة الزيانية من أجل تحقيق أطماعهم ألا وهو التوسع. نذهب الآن إلى الأمر الثاني، ومتمثل هذا الأمر في التحرشات الإسبانية على المدن والسواحل الجزائرية. إذا جئنا إلى تلك الدوافع، تلك التحرشات فتتعدد وتتنوع. بدايتها دوافع دينية مثل الانتقام من المسلمين الفارين من الاضطهاد أو الإسباني أو محاكم التفتيش التي كانت تجبرهم على شرب كميات كبيرة من الماء حد الانفجار، إضافة إلى الحرق، وإضافة إلى أكل الخنزير حتى
نعرفهم إن أسلموا إن خرجوا عن الإسلام أو بقوا مسلمين، إضافة إلى نشر الدين المسيحي خاص بالدوافع الدينية. إذا جئنا إلى القواعد العسكرية، فقد كانت إسبانيا المحتلة تريد إقامة قواعد عسكرية. إذا جئنا إلى الدوافع السياسية التاريخية، فنقول كانوا يريدون أن تتوسع الإمبراطوريات المسيحية على الأراضي الإسلامية، على الأراضي الإسلامية. وأخيرا إذا جئنا إلى الدوافع الاقتصادية، فقد كانت تريد أن تستغل خيرات الموجودة في البلاد. تلك هي أهم الدوافع أو الأسباب التي دفعت بهؤلاء الإسبانيين إلى مجيء إلى السواحل والمدن الجزائرية واحتلالها. هنا نتيجة لسقوط آخر معقل للمسلمين غرناطة في جونفي عام 1492، قد كثف فرديناند من هجوماته على المدن والسواحل الجزائرية، لأنهم قد أعطوا الأمان والرعاية للجالية الأندلسية الفارين من الهجمات الإسبانية، بدايتها من احتلال المرسى الكبير كما ترون باللون البنفسجي عام 1505، ثانيا احتلال مدن عام 1509 كما ترون بالوردي وهران إرزيو، وبقية المدن احتلتها عام 1510 مثل تنس، شرشال، الجزائر، دلس، بجاية وغيرها من المدن. هنا تلاميذي بالخريطة نصل إلى نهاية المنتوج، أستودعكم الله، نلتقي في الحصة القادمة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، نحن اليوم بصدد دراسة مقطع جديد للمجال التعلمي الخاص بمادة الجغرافيا. يختلف المقطع الثاني عن المقطع الأول من حيث العنوان. لنتطرق إلى المقطع الثاني المعنون بالسكان والتنمية. وبهذا من خلال العنوان نعرف أو نستنتج على أن التنمية لها علاقة كبيرة بالسكان الخاص برقعة جغرافية معينة تختلف عن الأولى وهي قارة إفريقيا، مثل ما هو موضح أمامكم في الخريطة. الآن أعزائي التلاميذ نتطرق إلى أول حصة لمادة أو للمجال التعلمي الخاص بالجغرافيا، الكفاءة الختامية لهذا المقطع، على أنك في الأخير تكون قد ألممت بمقارنة إمكانيات التنمية ومعيقاتها في إفريقيا، مستخلصا متناقضات التنمية في القارة كأول عنصر المكتسبات القبلية. نقرأ نصها. الخريطة قراءتها من حيث أساسياتها، المفتاح، المقياس، الإطار إلى غير ذلك، الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، المساحة، التضاريس من جبال وهضاب وسهول والصحراء والأنهار، التنوع المناخي مثل المناخ الاستوائي، مناخ البحر الأبيض المتوسط، الصحراوي، المحيطي والموسمي، البحار والمحيطات، النمو السكاني، وتيرة النمو، الكثافة السكانية، الزيادة الطبيعية، الموارد الطبيعية، خزان العالم، المعيقات الطبيعية، معيقات التنمية، رسم خريطة، الاستعمار الحديث، الأمية، التخلف، الأبرتايد، المجاعة، الفقر، الهجرة، الصناعة الاستخراجية، الاستثمار الأجنبي. هي عبارة عن مجموعة من المفاتيح أو مجموعة من المكتسبات القبلية التي سوف تكون أو التي اكتسبتها من خلال المقاطع السابقة أو السنوات الماضية. ارتأيت اليوم أن أخذ مجموعة من الكلمات أو المكتسبات القبلية التي لم يتم الولوج أو التعريج عليها سابقا. أول كلمة وهي الزيادة الطبيعية. أول كلمة وهي الزيادة
الطبيعية. الزيادة الطبيعية وهي متعلقة بالدراسة البشرية، ويتم حسابها من خلال عدد المواليد ناقص عدد الوفيات لاستخراج خلال سنة معينة أو محددة. بالاعتماد على عدد المواليد وعدد الوفيات يمكن استخلاص الزيادة الطبيعية في رقعة معينة خلال سنة معينة. لنتطرق إلى الكلمة الثانية أو المكتسب الثاني، معيقات التنمية. معيقات التنمية، كلمة معيقات بمعنى هو الشيء الذي يعيق حصول أمر ما، أي بمعنى مشكل. معيقات وهي مجموعة المشاكل التي تقف حائلا أمام تحقيق التنمية، أي أمام تحقيق التطورات في مختلف المجالات. رسم الخريطة مثل ما تعرفتم سابقا، ومثل ما تعرفتم في السنوات الماضية على أنه لرسم الخريطة يجب الاعتماد على أساسياتها، كما أيضا تعتمد في قراءتها. ومن المستحسن إيجاد طريقة أحسن من نقل الخريطة أو استخراج نسخة طبق الأصل لرسمها، وبذلك لكي يتسنى للمتعلم إتقانها بشكل جيد. الآن ننتقل إلى المرحلة أو المكتسب الثالث، وهو الاستعمار الحديث. مصطلح أو مكتسب الاستعمار الحديث يختلف عن الاستعمار القديم. الاستعمار الحديث هو عبارة عن سيطرة دول كبرى على دول صغرى بطريقة غير مباشرة، أي بسيطرتها اقتصاديا وثقافيا من خلال سيطرة الشركات الأجنبية أو الاستثمارات. الشركات الأجنبية أيضا احتكار التكنولوجيا واحتكار وسائل الإعلام، وهو أيضا ما يعرف بالاستعمار المقنع، أي لا يظهر وجهه الحقيقي. لننتقل إلى مصطلح آخر وهو الأبرتايد. بمعنى مصطلح التمييز العنصري. التمييز العنصري ظهر في جنوب إفريقيا، ويعود ذلك إلى سنة 1948، ويعني حكم الأقلية البيضاء المنحدرة من أصول أوروبية على الأغلبية السوداء، وهم السكان الأصليين لإفريقيا. ولم ينتهي أو امتد هذا الأبرتايد، حكم الأبرتايد التمييز العنصري، من سنة 1948، ولم يتم إنهاؤه إلا في سنة 1991، وهو ما يشار عليه أو كان موضع صراعات كبيرة بين البيض والسود، بحيث همش السود في موطنهم وجعلت لهم أماكن خاصة يستقرون فيها، ولم يتم ركب تطورهم مثلما كانت الأحياء التي يسكنها البيض. أيضا ننتقل إلى مكتسب آخر وهو الهجرة. الهجرة هو حركة تنقل السكان أو الأفراد من منطقة إلى أخرى فرارا، سواء كان السبب الحروب أو بحثا عن مستوى معيشي أفضل. أيضا نلاحظ في الآونة الأخيرة على أن الهجرة لم تكن بسبب الحروب فقط، وإنما أصبحت الهجرة من أجل ما يعرف باتباع فرص العمل، وهو شيء ملاحظ من الأفارقة الذين يتوجهون إلى أقاليم أوروبا وحتى أقاليم الولايات المتحدة الأمريكية. لننتقل إلى آخر كلمة مكتسب قبلي، وهو الصناعة الاستخراجية.
وهي الصناعة التي تعتمد على المواد الأولية الغير قابلة للتجدد، أو بمعنى آخر تعتمد على المعادن القابلة للنفاذ مثل البترول والغاز إلى غير ذلك. لننتقل أعزائي التلاميذ بعدما تعرفنا على مجموعة من المكتسبات القبلية إلى الوضعية المشكلة الانطلاقية الأم. أثناء تصفحك مع والدك لجريدة الخبر لفت انتباهه مقالة حول قارة إفريقيا تم التحدث فيها عن كبر مساحة يابسها وطابعها الهضبي وتناقضاتها على المستويين الطبيعي والبشري وتخلفها عدا دولة جنوب إفريقيا رغم ضخامة إمكانياتها. أبرز الخصائص الطبيعية والبشرية لقارة إفريقيا ومؤهلات التنمية فيها ومعيقاتها وكيف صنعت جنوب إفريقيا الفارق. أعيد، الوضعية المشكلة الانطلاقية الأم. أثناء تصفحك مع والدك لجريدة الخبر لفت انتباهه مقالة حول قارة إفريقيا تم التحدث فيها عن كبر مساحة يابستها وطابعها الهضبي وتناقضاتها على المستويين الطبيعي والبشري وتخلفها عدا دولة جنوب إفريقيا رغم ضخامة إمكانياتها. أبرز الخصائص الطبيعية والبشرية لقارة إفريقيا ومؤهلات التنمية فيها ومعيقاتها وكيف صنعت جنوب إفريقيا الفارق. وبهذا عزيزي التلميذ أتركك لوهلة لاستخراج الكلمات المفتاحية. نعم عزيزي التلميذ، نعود على أن الرقعة الجغرافية محل الدراسة هي قارة إفريقيا، يتم دراستها من حيث خصائصها الطبيعية، الموقع والمساحة والخصائص الأخرى، أيضا من حيث مواردها وتناقضاتها الطبيعية والبشرية، أيضا أخذ مجموعة من المعيقات التي تعيق التنمية واقتراح الحلول كأخذ نموذج عن ذلك دولة جنوب إفريقيا. ينتقل عزيزي التلميذ إلى الوضعية المشكلة الجزئية الأولى المعنونة بالتنوع والتباين الجغرافيين في إفريقيا. أعيد، التنوع والتباين الجغرافيين في إفريقيا. نص الوضعية: تابعت رفقة والدك شريطا وثائقيا حول قارة إفريقيا وصف بأنها القارة السمراء الواقعة في وسط العالم وتعرف تنوعا طبيعيا وبشريا كبيرا ولكنها تعاني العديد من المشاكل، فطلب منك توضيحا. أول كلمة مفتاحية وهي قارة إفريقيا أو القارة السمراء، كموقعها تتوسط العالم وأيضا تعرف تنوعا وتباينا طبيعيا وبشريا على حد سواء، إلا أنها تعاني من العديد من المشاكل. عزيزي التلميذ، للإجابة أو لاستخراج الإجابة عن الوضعية المشكلة كأول عنصر نتطرق إلى مجموعة من السندات. السند خريطة رقم 2 صفحة 46 وهو مقتبس من الكتاب المدرسي. التعليمة: حدد الموقع الفلكي لقارة إفريقيا، وأي رقعة جغرافية يستلزم معرفة موقعها قبل التطرق أو التعرج إلى خصائصها الأخرى. عزيزي التلميذ، إليك الخريطة الموضحة على الشاشة، أيضا تجد نموذج آخر على الكتاب المدرسي مثل ما تناولنا سابقا. قارة إفريقيا موقعها بالنسبة إلى القارات الأخرى، أما فيما يهمنا في الوضعية الأولى وفي التعليمة الأولى هو تحديد موقعها الفلكي. أتركك عزيزي التلميذ لبرهة، عد إلى الكتاب المدرسي وقم بأخذ قلم الرصاص ومسطرة، حدد به موقع إفريقيا بالنسبة لدوائر العرض. خذ قلم واجعل خطا يحد قارة إفريقيا من الشمال وصله إلى غاية التدريجات على هامش الخريطة. أيضا المنطقة السفلية واقرأ التدريجة واحصر أيضا قارة إفريقيا بالنسبة لخطوط الطول. احصرها بالنسبة لخطوط الطول واقرأ الخط الأول، تدريجة الخط الأول، أيضا واحصرها من الجهة
الغربية وقرأ التدريج عزيزي التلميذ، لديك برهة لحل هاته التعليمة. مرحبا بك عزيزي التلميذ، الآن سوف نتطرق إلى منتوجك وقارنه مع هذا المنتوج. أولا إفريقيا طبيعيا، أولا الموقع وأهميته كعنصر أول للإجابة عن التعليم وهو الموقع الفلكي. تمتد إفريقيا بين دائرتي عرض 37 درجة شمالا و 34 درجة جنوبا، وبين خطي طول 60 درجة شرقا و 18 درجة غربا. أعيد، تمتد إفريقيا بين دائرتي عرض 37 درجة شمالا و 34 درجة جنوبا، وبين خطي طول 60 درجة شرقا و 18 درجة غربا. السؤال المطروح، لماذا توجد الاتجاهات الأربعة في الموقع الفلكي لقارة إفريقيا؟ شمالا، جنوبا، شرقا، غربا. نعود عزيزي التلميذ إلى الخريطة الماضية. قلنا يوجد شمالا، جنوبا، شرقا، غربا. نعم عزيزي التلميذ، شمالا جنوبا، لأن خط الاستواء وهو الخط الرئيسي من دوائر العرض وتدريجته صفر درجة، فإنه يقسم إفريقيا إلى شطرين، التدريجة الأولى تقع شمال خط الاستواء، أما التدريجة الثانية تقع جنوب خط الاستواء. أما بالنسبة لخطوط الطول فإن خط غرينتش أيضا وهو الخط الرئيسي من خطوط الطول وتدريجته صفر درجة، فإنه يقسم إفريقيا إلى شطرين، هنالك مناطق إفريقية تقع غرب شرق هذا الخط، وهنالك مناطق إفريقية تقع غرب هذا الخط. عزيزي التلميذ، بهذا العنوان الموقع الفلكي نختم حصة اليوم، ترقبون الحصة المقبلة مع عناصر جديدة ولكن لنفس الرقعة الجغرافية وهي إفريقيا. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.